ثواني. دي نصيحة برضو ليكوا وانتوا شغالين في حاجة سخنة، وخلاط اهم حاجة يكون بيضرب الحاجة السخنة، انا هو بيكسر التلج. تخلي بالك لما تيجي تحط حاجة سخنة وتضربيها ما تبنيش الخلاط لحد النص، تمام؟ عشان الضغط بتاع البخار ما يضربش الحاجة فوق، تمام؟ فتخلي بالك الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى السرعة الأولى. أظن أنت فهمت أنا قصدي إيه. نبدأ نعلي بقى. يبقى اللي احنا اتفقنا عليه نعمله، بنيجي نحط حاجه سخنه ما نبناش خلاط بس، ونشغل على السرعه الاولى ونشتغل. ده لسلامتنا عشان البخار اللي هو بتاع السخونه نفسها بتاعه العدس ما تطلعش وتضرب بره في الخلاط، وممكن تيجي عليك الله لا يقدر وانت شغاله.